ان شاء الله عاملين حمله تبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسه مصر الخير، ودي تقريبا رابع حمله او رابع قافله طبيه لجمعيه فاضل فيض الرحمه خلال 10 سنوات. الحمد لله احنا جايين حمله تبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسه مصر الخير وجمعيه فيض الرحمه. والتبرع بالدم ده مفيد جدا طبعا، لانه بينشط الدوره الدمويه وبيقوي عضله القلب وبيأثر بالايجاب على جميع اجهزه الجسم. يعني ده التبرع ده مفيد جدا بالنسبه للناس اللي بتتبرع. اولا هو بيساعد مريض، ثانيا بيجدد دمه وبينشط نفسه، وحاجه كويسه جدا، مش حاجه مضره، بالعكس ده حاجه مفيده جدا للمتبرع. يعني الحمد لله رب العالمين، من توفيق الله تبارك وتعالى ان ربنا يستخدمنا في كل خير، ومن الخيرات اللي ربنا وفقنا فيها النهارده الحمد لله حمله التبرع بالدم بالتعاون مع جمعيه مصر الخير. وبندعو فيها كل اللي بيسمعنا ان يحرص على الامر دوت. كتير منا كان ممكن يظن ان التبرع بالدم حاجه مضره فيفر منها ويهرب منها، لكن حقيقه الامر هي حاجه بالفعل هي ثبتت الطبيه ان هي صحيه، تجديد للدم. الامر الثاني ان هي تعد ذكاء عن جسم الانسان، وان هو بيتبرع باغلى ما لديه. وقول الله تبارك وتعالى: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، يكفي ان يكون داعي لكل احد ان هو يحرص على ان هو يشارك في الخير الكبير دوت، وان هو يكون سبب في حياه اخرين. وبالنسبه لعمره ان شاء الله باذن الله ما يقلقش، عمره مش هيتاثر، وربنا هيفرح له البركه في عمره وفي دمه، هيتجدد خلايا دمه، وان شاء الله لعل ربنا يزيح عنه اي امر وحش. وبالنسبه لمساله التبرع، مش قاصره انك انت حياتك اول ما بتتشاف بتتاخد تتبرع على طول، لا لا لا، في لجنه طبيه بتقوم بان هي تشوف الحاله بتاعتك تسمح بان حضرتك تتبرع ولا لا، ولما بتلاقي الامر ده وتتاكد بتاخد منك نسبه الدم المسموح بيها، والحمد لله بتاخد علاجك وبتطمن على نفسك، وبكده تبقى قدمت الخير عليك. طب لو ثبت انك انت ما تقدرش انك انت تتبرع، او حصل ان حالتك ما تسمحش بانك انت تتبرع، خلاص خدت اجر نيتك وربنا يتقبل منك وتقوم بالسلامه ومفيش اي مشكله.